الإصابات الجديدة ممن هم في الحجر الصحي أم حالات جديدة تم اكتشافها حديثا؟ طبعا ذكرنا اليوم في الإحصائيات، وهذا ليس فقط اليوم وإنما على مدى الأيام السابقة، هنالك حالات ارتبطت بسكن العمال، هنالك حالات ارتبطت بالأحياء المكتظة وشكلت نسبة، مثل ما لاحظنا أنه النسبة كانت مثلا في يوم أمس مع الأعمال النشطة كانت 50%، اليوم لو لاحظنا كانت الثلثين حوالي 65%، وهذا التصاعد والنمو يدل على أنه هذه الأداة فعالة وتستطيع أن تساهم في كشف الحالات بشكل مبكر، بينما كان عندنا قرابة ما بين 15% إلى 20% كانت مربوطة بالمحاجر. وطبعا هذا مؤخرا نعرف أن زيادة عدد الموجودين في المحاجر ارتبط بالعودة من السفر أو حجر المخالطين بالشكل اللصيق والمباشر لحالات إيجابية، وبالتالي نعم الخطوتين موجودتين ولهم نسبة كبيرة تقارب 80% بل تزيد ما بين محاجر أو أحياء مكتظة، وبالتالي المزيد من الفحوص الاستباقية ومزيد من الكشف النشط سيجعل النسبة هذه تزيد، بينما يظل وجود نسبة من المخاطر المجتمعية مع هذه النسب والانتشار والمخاطر الأخرى يظل يجعلنا دائما نوصي بأن نحن لا نزال في مراحل مهم جدا أن نتقيد فيها بالتعليمات، لأنه لا تزال بإذن الله الوقاية بأيدينا. شكرا.